أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي محمود هنا وأسعد الله صباحك وأهلا وسهلا بك. ونريد أن نتحدث بداية عن آخر نشاط كان الذي كنا قد حضرناه، نعطي لمحة عامة قبل أن أعرض التقرير عن هذا النشاط وما الذي حصل فيه. شكرا لدعوتكم الكريمة. النشاط هو واحد من نشاطات، عدة نشاطات تقوم فيها المكتبة بشكل أسبوعي تقريبا. الكتاب كان كتاب يسمى الرفض الإسرائيلي لكاتب كندي من أصل يهودي زلمان أميت، والكتاب يتحدث عن كيف في آخر 60 سنة إسرائيل لم تضيع أي فرصة بأنها تقول لا لأي مفاوضات أو بادرة مفاوضات أو مبادرة أو مشروع سلام في الشرق الأوسط. فهو يأخذ كل آخر 60 سنة كل المراحل الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبفند الرواية الإسرائيلية اللي بتقول إنه هم كانوا دائما معنيين بالسلام ومعنيين في فند ذلك. أي نعم، فند وأعطى الأسباب والمبررات والوثائق في كل مرحلة كيف وليش إسرائيل. طالما نحن نتناول كتب مثلا تفند ادعاءات صهيونية، نتناول كتب تحكي لصالحنا إلى حد ما، مقالات وما إلى ذلك، هل تعتقد أنه من الأجدر أيضا أن نتناول كتب تهاجمنا بشكل واضح جدا، تكشف الرواية الحقيقية للحركة الصهيونية وللمؤسسة الإسرائيلية كشفها بشكل عام؟ ما الضير في أن نتناول مثل هذه القضايا أيضا؟ في قضيتين، قضية أساسية. أول شيء، القضية الأولى إنه حرية الرأي طبعا مكفولة، ومكفولة في نشاطاتنا في المكتبة العلمية في القدس، وإحنا بنحاول إنه نجيب كل المفكرين وكل الأدباء اللي بيحكوا عن القضية العربية، الصراع العربي الإسرائيلي، بنوع ما من الحرية ومن غير ما يكون في، نحاول نتناول ما يكتبوه لصالحنا. هذا ليس الاعتقاد، يعني أنت تريد أن تظهر الحقيقة، حقيقة ما يقوله الإسرائيلي. سيد دائما يهاجم الفلسطيني، نحن لا نتناول هذا الموضوع، نتناول دائما الشغلات الايجابيه. القضيه المركزيه هون انه احنا لن نكون بوك للاحتلال ولا نكون بوك للصهيونيه. تكشف هذا تكشف كتاباته، لا اريد ان اسمع منه مثلا ما يقول لصالحي، هم كلنا. اي نعم، نريد ان الاغلبيه، السواد الاعظم منهم يتحدث ضد الموقف، فبالتالي اريد ان ابرز ذلك. قضيه هامه، ولكن كمان مره انت مش رح تعطي مجال لافكار كاذبه وانت تؤمن انها كاذبه. نعم. ففي اعتقد انه فرق شاسع بين انه حريه راي بيعبر عن رايه او عن وجهه نظره او عن رؤيته للاحداث، وبين اكاذيب. فاحنا اكاذيب بنحاول نبتعد عنها، ولكن افكار ممكن تسمى ضدنا ولكن هي اوبجكتيف، يعني هي مبدئيه ولها علاقه في الواقع، ممكن انه نسمعها ونتبادلها ونتجادل معها. حتى الكذب ويجب اظهاره ونفند ذلك، ان هناك كذب واضح جدا في هذه الروايه. وفي اغلب الحالات الكذب يعني بينكشف بسرعه، يعني تاخذك الكثير من الوقت حتى تكتشف كذا. تشاهد معنا محمود هذا التقرير من المكتبه العلميه، ثم نعود لنتابع الحوار الشيخ معك في المعنى الكريم. تقوم المكتبة العلمية في القدس وبشكل دوري على استضافة العديد من الكتاب والسينمائيين الفلسطينيين والأجانب كجزء من مشروعها التثقيفي في المدينة، وبذلك هي تعيد لشارع صلاح الدين الذي تقع في إحدى زواياه العهد القديم الذي شكل به مركزا ثقافيا وسياسيا رفيعا في مدينة القدس. وقد استضافت المكتبة الأسبوع الأخير الكاتب اليهودي الكندي زلمان أميت في ندوة ثقافية حول كتابه الرفض الإسرائيلي الذي صدر مؤخرا، والذي يتناول موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويلقي الضوء فيه حول كل المحاولات الإسرائيلية السياسية في الإبقاء على الاحتلال وآلته العسكرية، ومشككا بنية إسرائيل الحقيقية تجاه السلام الحقيقي على مدار 60 عاما تخللتها العديد من المبادرات والمشاريع لإحلال السلام في المنطقة. في كتب جديدة كتير تطلع في العالم حول الصراع العربي الإسرائيلي، بتناقش قضية السلام والتطورات اللي بتصير في الشرق الأوسط. في كل تقريبا كل أسبوع أو كل 10 أيام بيجي عندنا مؤلف للكتاب ونستضيفه عندنا في المكتبة هون، وبندعو المهتمين بالموضوع السياسي والموضوع الثقافي، وحكى عن تاريخ الصهيونية وكيف الصهيونية قدرت تقنع العالم بحقها في الوطن الفلسطيني إلى آخره، لكن بيّن إنه فعلاً إسرائيل من قبل ما تخلق لغاية بعد ولادتها أو إعلانها ما كانتش بدها فعلاً سلام. Israel since its establishment never really wanted to have peace with the Palestinians.
They did everything they could to sabotage any opportunity for peace, and on their own, they did not really make any serious initiatives to start a peace process. إذن كما يقول إسرائيل لم ترد يوما منذ أكثر من 60 سنة لم ترد يوما السلام مع الفلسطينيين. هذا وجهة نظر واضحة جدا كشف فيها أن إسرائيل لا تريد السلام مع الفلسطينيين. ننتقل من هذا الموضوع قراءة هذا الكتاب وأهمية هذا الموضوع إلى المؤسسة بشكل عام ونشاطات أخرى تقوم بها غير هذا الموضوع. كما قلنا عزيزي هي مكتبة هي تتكون من ثلاث طوابق. المكتبة الأولى والمكتبة الجزء الرئيسي هي مكتبة، بعدين في بلكونة القراءة بنسميها واللي فيها شوية قهوة وذلك من الأكل الخفيف. في الطابق السفلي اللي هو كان في الريبورت تبعكم اللي هي قاعة للاجتماعات لإطلاق الكتب لعرض الأفلام ولمناقشة أي شيء حقيقة مهم ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعيا لمدينة القدس. فإضافة إلى الكتب اللي بتسويها تقريبا في كل أسبوع في مناقشة كتاب، بنعرض أفلام وثائقية أو أفلام العلاقة بالوطن العربي بشكل عام وبالصراع العربي الإسرائيلي، مش شرط من جوانب سياسية، حال كتير من جوانب اجتماعية وجوانب اقتصادية. إضافة إلى الأفلام بنعمل بالتعاون مع مؤسسات محلية زي نادي الصحافة المقدسي، بنعمل نشاطات أسبوعية بنناقش فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في القدس. فبنجيب شخصيات اعتبارية أو إبداعية أو لها تأثير في الحالة الثقافية في القدس وبيحكوا لنا عن مشاريعهم وبنناقشهم في سبيل إحياء الحالة الثقافية عامة في القدس. هل من مشاريع جديدة مستقبلية في المدى القريب سيكون هناك لديك مثل نشاط بارز وملفت؟ الحقيقة إحنا تم بالأسابيع الماضية تم إبرازنا كأفضل مكتبة في فلسطين وثالث أفضل مكتبة في الشرق الأوسط من مؤسسة لونلي بلانيت الشهيرة في بريطانيا، وهذا كان دافع قوي معنويا لأنه مزبوط، لأنه فجأة نحن الآن لسنا فقط نؤدي واجبنا ولكن في علينا كمان واجب إضافي وعبء حقيقة، لأنه نحن نمثل الآن فلسطين ونمثل بشيء ما من الوطن العربي والهوية الفلسطينية، وبالتالي عم نبحث في أمور كثيرة الحقيقة أنه نطور الفكرة ونقدم للخطوة القادمة في الحالة الثقافية وفي المشهد الثقافي في القدس. فمن المشاريع اللي عم نبحثها الآن هي إبراز المبدعين الفلسطينيين، المجتمع الفلسطيني هو مجتمع غني حقيقة، وهناك كثير من المبدعين الذين لم يأخذوا حقهم، والصحافة مشكورة طبعا ولكن لم تسلط عليهم الأضواء، وبالتالي بنحاول أنه أطفال أو شيوخ أو نساء من جميع المجتمع الفلسطيني وجميع ألوان الطيف الفلسطيني نحاول نبرزهم. ففي مشروع مبدعين فلسطينيين عم نحاول أن نشكل فيه، في مشاريع كمان نشر كتب وتوسيع كتب بشكل أفضل في حالة من العطش الثقافي في فلسطين وفي القدس خاصة. الكتب محصورة في عدة مكتبات والشعب يعني نحن ندعي إنه الشعب لا يقرأ ولكن شعبنا الحمد لله في حاجة وفي طلب واسع على الكتب، فنحاول ننشر الكتاب ونجعله جزء من الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني إنه يفتح الكتاب ويقرأ. أمل أن يتوجه المواطن وخاصة في القدس إلى القراءة أكثر من الإنترنت وما إلى ذلك وأن يتبع مثل هذه القضايا، وشكرا جزيلا على جهودكم الجبار اللي تقوم بها خاصة مثل هذا الموضوع يتم فعلا مناقشة مثل هذه الكتب وإبرازها للعالم حتى نتعرف أكثر، وسنتابع معكم إن شاء الله هذا الموضوع الهام. أشكرك جزيلا الشكر محمود منى، وننتقل أعزائي المشاهدين إلى فاصل ثم بقية فقرات صباح الأمس.